اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن مزيكا راقيه قوي يا جماعه، مزيكا نظيفه جدا وحلوه وحاجه حلوه قوي، وللاسف بهدلوها وعملوا فيها حاجات ضايقتني قوي، هقول لكم عليها دلوقتي. هنتكلم عن التانجو. تانجو من ارقى المزيكات من زمان قوي. التانجو موجود من زمان، مزيكا ارجنتيني تبع المزيكا، يعني التانجو تبع الارجنتين واورجواي. مزيكا راقيه بيرقصوا عليها، الرقص التانجو اللي بتشوفوه ده حاجة كلاسي قوي كده، حاجة بتاعت الطبقة العالية، الناس النظيفة قوي وحاجات كده، والمزيكا نفسها كلاسي قوي، يعني مش بتاعت بهدلة. عشان تعرف ان ده تانجو، طبعا في رتم مشهور جدا للتانجو. طبعا التانجو عنده ارتام كتيرة جدا، بس مثلا اشهر رتم فيهم اللي هو تات 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 تان تران تان تان تن. وساعات الريتم ما بيبقاش صريح كده، بيبقى نفس الايقاع بس في الخلفيه ورا، او تحسه ما يبقاش يعني صريح قوي كده، بس احساسه موجود. ايه الالات اللي بتميز التانجو؟ ان تسمع ده تقول اه اللون ده كده تانجو. طبعا الجيتار، ولازم الاكورديون، او في اله تانية اسمها باندونيون. باندونيون ده حاجه شبه الاكورديون كده بس ارجنتيني، هو نفس فكره الاكورديون يعني. الفيولين طبعا، الكمانجا يعني، بس بتلعب بشكل غربي بقى، والجمل نفسها مختلفة كده وحلوة قوي، بتديك شكل كده يعني راقي جدا. الدبل بيس طبعا اللي هو زي البيس كده، اللي هو زي الكونتر باس الكبير ده. البيانو طبعا، وساعات بيدخلوا كمان فلوت. بس هي مزيكا ناعمة خالص، مزيكا كلاسي، مزيكا ترقص، حاجة كده يعني قوية جدا. طبعا التانجو موجود من القرن ال19، وطبعا ابتدى يتطور وحاجات زي كده. والتانجو مش بس في الارجنتين، ده كمان في اسبانيا نزل التانجو مع الفلامينكو. الفلامينكو قلنا فيه كذا نوع، في مثلا ده رومبا، ده أليجرياس، ده حاجة سولية، حاجات زي كده. ومن ضمن الانواع نوع برضو اسمه تانجو، اللي هو بيلعبوا التانجو بارتام الجيتار. طبعا هنسمع حاجات زي كده، وهسيب لكم في الديسكريبشن حاجات كتيرة زي كده. سنة 1903 ظهرت مقطوعة قوية جدا تانجو اسمها التشوكلو. التشوكلو دي كسرت الدنيا لما نزلت، وقديمة جدا يعني، شوفوا 1903، وكان طبعا التانجو موجود قبل كده. المقطوعة دي نزلت دغدغت الدنيا، وبعدين اتعمل عليها كلام بعد كده، بقت أغنية مشهورة جدا اسمها كيس اوف فاير. وبعدين طبعا اتعمل عليها رقصات، واتعمل عليها استعراضات، وبقت حاجة يعني من التراث القوي جدا في عالم التانجو. يعني التانجو حاجة جميلة جدا وراقية جدا. وبعد كده اتعمل مثلا في حاجه اسمها لا كومبارسيتا. لا كومبارسيتا دي هتلاقيكم عارفينها، اللي هي بتاعت دي مزيكا مشهوره جدا، وكان في الافلام العربي القديمه كمان بيستخدموها كموسيقى تصويريه جوه الفيلم، مثلا رايحين حفله، رايحين يرقصوا في مكان او حاجات زي كده. حتى في الوقت ده دي مزيكا من الثلاثينات على فكره، لا كومبارسيتا دي، ويمكن قبل كده كمان، فكانوا بيستخدموها في الافلام العربي القديمه الخمسينات والستينات والحاجات زي كده، بيخلوها في الباك جراوند كده. فكنا بنسمع المزيكا وفاكرها مزيكه الفيلم العربي، لكن هي مزيكا اصلا تانجو وقديمه كمان. فحاجه يعني التانجو ده حاجه خطيره. امال عملوا فيه ايه؟ انا بيصعب عليا بقى جدا الكلام اللي بيحصل ده. مثلا تلاقي المزيكا راقيه جدا، ودي حاجات، وانا كمان دراستي كلاسيك، فالحاجات دي بتصعب عليا قوي. يعني مزيكا كلاسيكيه مثلا زي للتشوكلو دي، اللي هي ده تانجو خطير. المزيكا دي زي ما هي كده اتاخدت، اتعمل عليها اعلان شرشر المضلع. دي كارثة بالنسبة لي، انا قاعد، انا دي اول صدمة خدتها في التانجو. زي ما انتوا شايفين شكلي كده، هو نفس الحاجة كده، انا قاعد بسمع مزيكا كلاسيك وبتاع، وبعدين لقيت اعلان بانه في التسعينات باين، ولا مش عارف كان ايه، اعلان حاجة زي الشيتوس كده، حاجة زي كده يعني. المهم واخدين المزيكا دي ومركبين عليها كلام، انا اسمي شرشر المضلع، وبعمل مش عارف ايه، وبقرمش ايه يا جماعة ده؟ المزيكا العالمية بالشكل الخطير ده هما بيعملوها يعني ايه؟ من باب الدعاية والاعلان، ان هي المزيكا مشهورة وبتاع، فناخدها هتبقى كاتشي بالنسبة للناس. بس انتوا بتدمروا التراث بتاع التانجو. التانجو ده حاجة قوية جدا. فاتفاجئت ان التشوكلو دي معمولة بعد كيس اوف فاير، وبعد الضجة الخطيرة دي، لقيتها شرشر المضلع. طبعا مشكلة بقى الجيل الجديد ده مثلا ممكن يعلق معاه شرشر المضلع اكتر ما يعلق معاه ان دي مزيكا مثلا تراثية. لا كومبارسيتا مثلا هي لقيتها مثلا معمولة اعلان مربى. مربى ايه يا جماعة؟ لا كومبارسيتا وحاجة مكسرة الدنيا وبتاع، نعمل منها اعلان مربى؟
فيعني برضو انا ايه بلوم على الحاجات دي. على فكرة انا بشتغل اعلانات وبيجي لي اعلانات وحاجات زي كده، بس ايه يعني مثلا يلاقوا اغنية مثلا دي زي ديسباسيتو فيقول لك اللحن بتاعها كاتشي وكل الناس بتغنيه، نستغل الموضوع ده ونعمل منها اعلان فتلاقي الناس كلها بتغنيه. يعني هو شغل وكل حاجة، بس انا بصراحة ضد الفكرة دي. طيب بالنسبة بقى للتيمبو، لو انت عايز توزع حاجة تانجو مثلا، ايه التيمبو اللي ممكن تعزف فيه؟ هو 125. 125 ده متعارف عليه دايما في التانجو. طب ساعات بيبقى فيه تانجو بطيء خالص، نعمل فيه ايه؟ بيروحوا قاسمين الزمن للنص على طول. يعني مثلا لو هو مثلا من 120 ل 125، يبقى مثلا تقدر تخليه 60 لمثلا ل 63 ل 65، يعني في الرينج ده كده. في حاجات عربي مثلا اتعمل التانجو، في عبد الفتاح الجريني عامل اغنيه اسمها عيش حياته، او اللي عايش حياته دي، توزيع موزع اسمه عصام الشرايطي، دي برضو اغنيه ظريفه جدا، اتفاجئت ان هي معموله تانجو. اتعملت في اولها تانجو بس من اول الكوبليه الثاني بيخش الريتم المقسوم وبتاع، ما فيش مشكله يعني برضو، عشان ايه تقريبا الناس ممكن تزهق من التانجو لو فضل الاغنيه كامله تانجو. فعملوا ايه تغيير، يعني اللي هو اختلاط بين الثقافه، حط شويه تانجو في الاول، يعني بيورينا هو موزع شاطر وعمل بقى حاجات وغير الدنيا وكده، وفي الاخر بيروح مثلا حاطط برضو الريتم المقسوم وحركات من دي. حلو جدا طبعا، انا بحييه على يعني الحركه الحلوه ديت. فيعني اقصد ان الثقافه موجوده، ممكن كل حاجه نستخدمها ونقدر نتعامل معاها ونلعب بيها زي ما احنا عايزين. الوان المزيكا حاجه مهمه جدا ولازم نهتم بيها، فيعني كويس قوي ان هو عمل كده وسمعنا حاجه زي كده مع عبد الفتاح الجريني. في مزيكات طبعا بتتحطم تماما بسبب ان انت بتستخدمها استخدام يعني ما يليقش بيها بصراحه، يعني دي مزيكا قديمه كلاسيكيه حاجه عظيمه جدا، ما ينفعش اجي اخدها مثلا واعمل بيها اعلام مربى ولا اعمل بيها مش عارف ايه وكده. فبس يعني ده الجزء المرح في الموضوع، وده الجزء اللي انا اتصدمت فيه لما حصل كده، يعني لقيت الموضوع بالنسبه لي مفاجاه. يعني انا راجل كلاسيكي وبسمع حاجات وحاجه راقيه جدا وكده، وبعدين لقيت مره واحده اعلام مربى في وشي وشرشر المضلع وبتاع، كانت صدمه طبعا رهيبه. قولوا لي بقى كده بالمره يعني عشان من باب الهزار يعني والضحك، لو حد يعرف مزيكا مشهوره اتعمل عليها اعلان يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم بقى على خير ان شاء الله في لون جديد من الوان المزيكا.